سقوط عدد من الشهداء والجرحى في تفجير سيارتين مفخختين بسرت ومقتل 3 عناصر من التنظيم إثر الاشتباكات بالمدينة. واشنطن بوست تتهم حفتر بعرقلة السلام في ليبيا. واجتماع بين وفدي مصر وأعيان قبيلة العبيدات بتونس. حصاد 9 من قناة ليبيا بانوراما، مشاهدين أهلا بكم. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اعلنت غرفة عملية قوات البنيان المرصوص الخميس عن مقتل 3 عناصر من تنظيم الدولة في الحي رقم 1 بمدينة سرت، مؤكدة ان المستشفى الميداني استقبل 10 شهداء ونحو 20 جريحا في تفجير سيارتين مفخختين بالمدينة. سيارة جمعية الهلال الأحمر الليبي قافلة مساعدات إغاثية وطبية إلى ضواحي مدينة سرت بالتعاون مع لجنة الأزمة بالمجلس المحلي للمدينة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وقال رئيس لجنة الأزمة بالمجلس فوزي الشكربي إن القافلة تضم 6 شاحنات تحتوي على مواد غذائية وسلع تموينية، مضيفا أن توزيع هذه المواد سيتم على العائلات القاطنة بالمجالس التسييرية السواوة أبو زاهية والثلاثين والأربعين والقرضابية وفقا لكتيب العائلة وعدد أفراد كل أسرة. مع إعلان غرفة عملية البنيان المرصوص أحكام سيطرتها على الحي رقم 2 وبدئها عملية عسكرية نوعية وكبيرة في آخر معاقل تنظيم الدولة في الحي رقم 3، يلجأ التنظيم لاستخدام النساء بأحزمة ناسفة في محاولة منه لتعطيل تقدم قوات البنيان. مع اقتراب ساعة الحسم والتقدم الكبير لقوات عملية البنيان المرصوص في حربها ضد تنظيم الدولة وتحرير مدينة سرت من قبضتهم، والذي يعني ومن وجهة نظر عسكرية أن المعركة قد انتهت. التنظيم ينتهج أساليب جديدة قديمة ولكن بصور أخرى، في محاولة أشبه ما تكون برقصة الذيك المذبوح الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، فعمد إلى زراعة الألغام والمفخخات في المناطق التي ينسحب منها ورفع وتيرة استخدامه للسيارات الملغمة. ولم يكتفي بهذا الأسلوب فقط، بل زاد عليه تجنيده لعناصر نسائية تابعة له يلبسن الخمار ويربطن أحزمة ناسفة حول أجسادهن. الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات البنيان العميد محمد الغصري صرح لبوابة الوسط أنه لأول مرة يجري التعامل مع نساء يرتدين أحزمة ناسفة، وأضاف أنه عند اقترابهن من قواتنا بالحي السكني الثاني وسط المدينة فجرن أنفسهن، بالإضافة إلى انتحاريين يركبون دراجات نارية. وتابع الغصري أن المشكلة التي تواجههم هي اتجاه عناصر التنظيم إلى استخدام النساء والأطفال ليس فقط كدروع بشرية وإنما كمفخخات انتحارية في محاولة لتعطيل تقدم قوة البنيان. فهل هذه آخر الأوراق التي يلعب بها ما تبقى من عناصر التنظيم المحاصرين في الحي السكني الثالث في محاولاته البائسة لإطالة أمد حرب باتت ساعات الحسم وشيكة فيها لصالح أبطال البنيان، أم ستظهر أساليب جديدة هي الأفظع؟ ولتسليط الضوء حول مجريات اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أكرم قليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة. بداية دكتور أكرم، كم بلغت حصيلة الشهداء لهذا اليوم عقب التفجيرين اللذين شهدتهما مدينة سرت اليوم؟ في البداية أترحم على أرواح الشهداء وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى.
كحصيلة أعتبرها يعني نهائية لتفجير. اليوم وصل المستشفى أو استقبل المستشفى المركزي عدد 60 يعني جريح، تفاوتت الإصابات بين المتوسطة والبسيطة وبعض منها يعني كانت حرجة. أيضا استقبل المستشفى المركزي عدد 15 يعني شريح نتيجة التفجيرين ظهر هذا اليوم الخميس. نعم. طيب هناك اتفاقية عقدت بين ليبيا وإيطاليا حول موضوع الجرحى، فيما يتعلق بالجرحى والحالات الحرجة، هل هنالك إمكانية نقلهم إلى الخارج؟ طبعا في الوقت الراهن يعني المنفذ الوحيد يعني بالخارج هو دولة تركيا أو تونس، يتم نقل بعض الحالات الحرجة عن طريق الإسعاف الطائر إلى دولة تونس وتركيا. اما بالنسبه لايطاليا اعتقد في الوقت الحالي لا توجد يعني اي حالات تم نقلها، اعتقد يعني من فتره يعني تم تحويل عدد 24 حاله الى دوله ايطاليا وكل حالات يعني مستقره وليست حالات عنايه، ولكن في القريب لا ما عنديش معلومه ان في حالات يعني حيتم تحويلها او ليس هناك تاكيد بان هناك حالات حيتم تحويلها الى دوله ايطاليا بخصوص يعني. طيب اليوم توفد العديد، يعني الرقم كان كبير نوعا ما للجرحى في صفوف قوات البنيان، كيف هي امكانيات مستشفى مصراتة؟ طبعا نظرا لان العدد كان في وقت واحد، فبالتالي المستشفى من الساعات الاولى تعامل مع الوضع بطريقه يعني معالجه يعني الازمه. تم يعني استلزام جميع العناصر الطبيه والطبيه المساعده لاستقبال اعداد الجرحى كما ذكرت، يعني حتكون في يعني في وقت واحد، فبالتالي تم التعاون مع الحالات الحرجه وتم تحويل بعض الحالات اللي هي اصابتها متوسطه الى المصحات والمستشفيات الخاصه نتيجه لظروف المستشفى من الناحيه السريريه وليست من ناحيه الامكانيات. المستشفى امكانيات تتوفر امكانيات طيبه سواء من العناصر الطبيه او من الامكانيات الموجوده في الوقت الراهن. اما بالنسبه لاعداد الجرحى لدينا الخبره كافيه ما التعامل مع اعداد اكبر من الاعداد الحاليه، ونحن على تواصل مستمر مع المستشفى الميداني في حال حدوث اي طارئ كما حدث هذا اليوم. طبعا انا حدثكم من مستشفى مصراتة المركزي، والان المستشفى يشهد حاله من الهدوء والاستقرار والوضع تحت السيطره. ايضا الحالات التي تم ايواءها في اغلبها يعني مستقره، كما اذكر وانوه ان بعض حالات الحروق تم تحويلها الى مستشفى الحروق والتجميد، وهم يعني على تعاون مسبق مع المستشفى من بدايه احداث البنيان المرصوص. نعم. طيب سيد اكرم، سؤال اخير، خلال الايام القليله الماضيه هنالك وفد طبي او طاقم طبي قادم من السودان، هل باشر هذا الطاقم اعماله وساهم اليوم في عمليات اسعاف الجرحى؟ بالنسبه للوفد الطبي يعني هو في جوله عمل اعتقد تستمر لمده 8 ايام، بدأ يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى هذا اليوم بوجود بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة. طبعا المستشفى في احتياج لبعض التخصصات وليست في وجود العناصر الموجودة، ولكن هم مشكورين على العموم في حضور لمدينة مصراتة وتقديم المساعدة. وجودهم يعني كان يعني دعم أكثر من أنه هو يعني تقديم علاج الجرحى، لأن العناصر الطبية الوطنية قامت بالواجب المطلوب، وخصوصا يعني في التعامل مع الأعداد الكبيرة التي وصلت اليوم، وتقريبا نعم. كان العدد أو القتيلة النهائية 60 جريح إلى هذه اللحظة. نعم دكتور أكرم قليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نفى العقيد رضا عيسى آمر قطاع الأوسط لخفر السواحل إمكانية هروب عناصر تنظيم الدولة عبر البحر، وأشار عيسى في تصريحات صحفية إلى أن قوات البحرية تطوق وتحاصر ساحل مدينة سرت بالكامل عبر زوارق بحرية مزودة برادارات لرصد أي تحركات عبر البحر لعناصر التنظيم، إضافة إلى قوة بحرية دولية خارج المياه الليبية تراقب الساحل الليبي وهي مستعدة للتعاون إذا ما طلب منها ذلك حسب قوله. هذا وتحكم القوات البحرية التابعة لعملية البنيان قبضتها على المحور البحري لمدينة سرت، حيث ترصد كل تحركات التنظيم منعا لمحاولات هروب عناصره عبر القوارب. مفدنا إلى سرت اطلع على سير العمليات التي تتم قبالة سواحل سرت ووفانا بالتقرير التالي.
على متن هذا الزورق الصغير ركبنا مع هؤلاء البحارة التابعين لحرس السواحل الليبي. شققنا عباب البحر حتى وصلنا إلى هذه القطعة البحرية الرابضة قبالة ساحل مدينة سرت منذ أكثر من شهرين، رغم أنها ليست مخصصة لهذا الغرض. بعد ما وصلنا الغزية عم نضاق الخناق شوية، قلنا من نجوم البحر باش نحاصروهم باش منهم هروب ولا جيم دعم والله، يعني الموضوع هذا تبع البحر. فلمنا بعضنا الشباب اللي كنا غادي مجموعة 15 نفر كي 20، وجينا قعدنا مدينا من 5-6 واحنا في البحر قبل الصيام باسبوع حوالي ان شاء الله كي. أثناء تواجدنا على متن القطعة البحرية وصل هذان المقاتلان من أحد المحاور على الأرض لعقد اجتماع قصير يوضحان فيه الخطط الموضوعة للدخول في المعركة الأخيرة ودور محور البحر فيها والاتفاق على آلية التواصل. داخل الخناق طوى أكثر تمركيزنا قاعدين قدام الميناء القديم باعتبار من جديد واخدين جماعتنا من فترة طويلة، فأكثر تمركزنا قدام الميناء القديم رقم منطقة رقم واحد، فإن يعني لو صار عليهم الخناق بيطلعوا من الميناء رقم واحد يعني في الزدايك يعني كان عندهم هروب، وحاليا لا عندهم في شيء يتحرك متوقعين لكن أسبوع ده حيصير هروب. القطعة البحرية المسمى بالسميدة مخصصة لجر السفن إلى داخل الميناء، إلا أن هؤلاء الرجال حولوها إلى قطعة عسكرية لمنع تنظيم الدولة من الهروب عبر البحر وللهجوم عليه منها. وقد سبق للتنظيم أن قام بقصفها إلا أنه لم يصب أهدافه. ونحن الآن متمركزون في وسط البحر على مشارف مدينة سرت قصدي قبالة الساحل، ونرصد في تحركات ونتعامل معها الأهداف هذينا، ومما سبق استهدفنا الكثير العديد من المواقع داخل مدينة سرت من تنظيم الإرهابي داعش. هي هرجرتها. كل ما يتحرك في البحر يظهر على هذا الرادار، وتحكم قوات البنيان المرصوص قبضتها على التنظيم في البر بلسان حال يقول: في البر من أمامكم وفي البحر من خلفكم. يعتبر محور البحر من أهم المحاور في عملية البنيان المرصوص الآن، وخصوصا بعد أن ضاقت بتنظيم الدولة داخل المدينة. ويقول المقاتلون إنهم يرصدون كل تحركات التنظيم على الساحل ويتوقعون انتهاء العملية في أقرب وقت ممكن. إبراهيم العبد الليبي بانوراما في المياه الإقليمية الليبية قبالة الساحل السرت. نشر المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص صورا تظهر مشاهد من عودة الحياة إلى منطقة أبو هادي جنوبي سرت عقب تحريرها من عناصر تنظيم الدولة. وأظهرت الصور التي نشرها المركز عبر صفحته على الفيسبوك جانبا من تعاملات المواطنين في الأسواق وحركة المرور في شوارع المنطقة. قال مدير مكتب الإعلام بالمجلس المحلي سرت الثلاثاء أن مكتب مراقبة الخدمات المالية بسرت يعمل حاليا على تجهيز المرتبات لكافة الموظفين بالقطاع الحكومي عن شهر يوليو الماضي، مضيفا أن عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من المراقبة المالية بسرت يبلغ أكثر من 13,000 موظف. وذكر المصدر أن العمل جار من أجل تجهيز كشوفات المرتبات وإحالتها للمصارف التجارية. رحبت حكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأمريكا في بيان مشترك بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتعيين لجنة تسييرية مؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار. وجاء في البيان أن المؤسسة تلعب دورا حيويا في حماية الأرصدة الليبية وهو ما يصب في مصلحة الشعب الليبي. وشدد البيان على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 بضرورة إشراف حكومة الوفاق وحدها على المؤسسات المالية إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط.
من جانبه قال نائب أو قال النائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني في بيان له إن اختيار وتشكيل مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار هو من اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة، ردا على قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مؤقتة للمؤسسة. وأكد القطراني أن القرار سيزيد من حالة الانقسام في مؤسسات الدولة وسيكون مطعونا فيه وغير قابل للتطبيق على حد قوله. كما طالب حكومات الدول التي تستضيف الاستثمارات الليبية عدم التعامل مع قرار رئاسي لعدم شرعيته. أكد عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان أن المصالحة الوطنية من أهم أولوياتنا، حيث تعد أساس مصلحة الوطن العليا. جاء ذلك خلال مشاركته بملتقى المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. كما أكد كجمان على صفحته الرسمية أن مشاركة طيف واسع من أبناء هذا الوطن في مثل هذا الحدث يعتبر تعزيزا حقيقيا للمصالحة، داعيا كافة الليبيين إلى توحيد الجهود لإبراز دور المصالحة الوطنية وجعلها ثقافة مجتمعية تسود بين أبناء الوطن، وفق قوله. أفادت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية بأن رئيس الحكومة ماتيو رينزي استعرض هاتفيا مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جدول أعمال القمة الثلاثية التي تستضيفها يوم الاثنين المقبل جزيرة فيونيتي جنوب العاصمة روما. ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أكي نقلا عن مصادر رئاسية أن المحادثات الهاتفية استعرضت سيناريوهات الأزمة الدولية وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا، فضلا عن الوضع الاقتصادي الأوروبي. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كتبت في تقرير لها أن قائد ما يسمى بعملية الكرامة خليفة حفتر قد تحول إلى عقبة في طريق عملية السلام والاستقرار في ليبيا، فيما رصدت صحيفة لا ستامبا الإيطالية ظهور خلاف متصاعد بين حفتر وفرنسا بسبب سقوط الطائرة الفرنسية. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. خليفة حفتر قائد ما يعرف بعملية الكرامة يعود من جديد إلى واجهة الأحداث، فصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كتبت في مقال لها أن حفتر قد تحول إلى عقبة بوجه عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، بعد أن كان الأخير عميلا لدى جهاز المخابرات الأمريكية وتلقيه الدعم عقب سقوط نظام القذافي في البلاد. الصحيفة كشفت عن مداولات داخلية أمريكية تجرى بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها التخلص منه بحسب ما كتبت بعد رفضه الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي نالت الثقة الدولية، الأمر الذي دفع نفس الدول الداعمة للحكومة عن ما يمكن فعله مع حفتر للمضي قدما في عملية السلام في ليبيا. وفي المقابل يرى بعض المسؤولين عكس ذلك بأن سبب عدم دعم حفتر لحكومة الوفاق الوطني هو تجريده من منصب عسكري كان من المفترض أن يوكل له وفق اتفاق الصخيرات. مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد ماك دفع في نفس الاتجاه عبر نصحه للقاهرة بالتفكير جديا في التخلي عن دعم خليفة حفتر، حيث يأتي تصريح ماك تعليقا على جهود منظمات ليبية عاملة بالولايات المتحدة تسعى لمحاكمة دولية لحفتر بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها. وأشار ماك أن هناك امتعاضا كبيرا من الدول الغربية بسبب عدم انصياع حفتر لحكومة الوفاق. من جانب آخر، نشرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية على موقعها مقالة حول ظهور خلاف بين حفتر وقادة باريس بسبب سقوط الطائرة الفرنسية، وكذلك بسبب الضغط الأمريكي على فرنسا بعد اتضاح رغبة حفتر في الهجوم على الموانئ النفطية الذي لا يحظى بدعم دولي، الأمر الذي عبرت عنه الصحيفة بأنه يتجاوز قدرة الأريزي على التورط فيه. الصحيفة أوضحت كذلك في تقريرها أن تحرير سرت سحب البساط من حفتر، مشيرة إلى أنه يحاول إيجاد حليف بديل لمساندته في السيطرة، ربما يكون روسيا التي أكدت في العديد من المناسبات أن الصراع في ليبيا
لن يحسم بطريقة عسكرية. ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي صلاح البكوش. بداية سيد صلاح، كيف تقرأ موقف أو تغير موقف حلفاء حفتر في هذا الوقت بالذات؟ أعتقد أن حلفاء حفتر، أولا يجب أن نوضح أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا لم تكن أبدا حليفة لحفتر. هناك بعض الدعم الفرنسي في الأشهر الماضية، ولكن حفتر هو يروج إلى أن دول غربية تدعمه. الدعم الذي تلقاه حفتر حتى الآن خمس نسبة كبيرة من هو من الإمارات عبر الأردن ومصر. هذا هو الدعم الذي تلقاه حفتر. القضية أن لو كان هناك دعم لحفتر من الدول الغربية لأوقفت الدول الغربية أو قطعت خطوط الإمداد لثوار بنغازي، كان بمقدورها أرقي ذلك ضد جرافات بطيئة جدا ويمكن اعتراضها بسهولة. حفتر الدول الغربية الآن أعتقد أن هناك إرادة قوية بقيادة نشطة من الولايات المتحدة لتطبيق الاتفاق السياسي على أساس أنه الخطة الوحيدة المطروحة على الأرض والممكنة، وهي الخطة ألف والخطة باء والخطة جيم في نفس الوقت. وعلى هذا الأساس أعتقد أن ما حدث الآن في سرت من انتصارات لقوات البنية المرصوص والضغوط الاقتصادية والسياسية التي يجد النظام المصري نفسه تحتها أدت إلى ضعف موقف حفتر ومحاولته إعادة تلميع وجوده على المشهد عن طريق مناوشات حول الموانئ النفطية. طيب سيد صلاح، كيف ترى مستقبل عملية الكرامة عقب هذا التغير الواضح في العديد من السياسات التي قلنا في وقت سابق ربما تكون داعمة لموقف حفتر؟ أنا في التصور أن عملية الكرامة تواجه تحديات كبيرة، وأصبح حجم هذه التحديات كبير إلى درجة أن عملية الكرامة بدأت تلجأ إلى إجراءات تعبر عن يأس كبير، اغتيال لمعارضيها في المنطقة الشرقية، حيث كما أوردتم في بعض نشراتكم منذ أسابيع حول العثور على جثث لأكثر من 17 شخص موثوقة اليدين من الخلف وأطلق عليها الرصاص في الرأس ومرمية في مكبات القمامة في بنغازي. أول أمس أصدر عقيلة صالح بإعاز من حفتر قرارا بمنع مسؤولين كبار في المنطقة الشرقية من السفر عبر المنافذ، ورأيتم كيف أنه عين حاكما عسكريا للمنطقة الشرقية وانتهى الأمر بتعيين عسكري كعميد لبلدية بنغازي وإرسال هذه القوة إلى قوة ضعيفة جدا مكونة من أطفال كما قال أحد مشايخ المغاربة في محاولة لإحداث مناوشات في الهلال النفطي. أعتقد أن هذا يعبر عن قدر كبير من الضغط الذي تتعرض معه عملية الكرامة. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن التغيير في الموقف المصري أيضا قد أدى إلى إحباطات كثيرة في مجلس النواب وفي عملية الكرامة. طيب سيد صلاح، من خلال المعطيات على الأرض وعملية الكرامة وما تقوم به منذ فترة زمنية طويلة، هل تتوقع بأن العملية قادرة على فتح جبهة جديدة في منطقة الهلال النفطي؟ على الإطلاق لا، ليس لديها القوة لكي تفتح جبهة في 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 منطقة الهلال النفطي. الذين يقاتلون مع الكرامة هم صحوات مكونة من شراد من أسوأ العناصر في الأحياء السكنية لبنغازي، وعلى هذا الأساس هذه القوات منهكة تماما منذ
لمدة عامين من الحرب هناك ولم تستطيع حسم المعركة، وليست على استعداد للذهاب إلى منطقة الهلال النفطي والقتال هناك. أعتقد أن أي محاولة من حفتر للقيام بمثل هكذا عملية ستكون انتحارا عسكريا بكل تأكيد. نعم، المحلل السياسي صلاح البكوش كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وصل وفد من مدينة مصراتة مساء الأربعاء إلى تونس للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده اليوم الخميس مع قبيلة العبادات. وقال العقيد مفتاح حمزة آمر الكتيبة 71 حرس الحدود في تصريح صحفي أن التنسيق للاجتماع يتم بجهود ليبية لمناقشة كل ما يخص المصالحة الوطنية، ويعد تمهيدا لاجتماع المصالحة الوطنية على مستوى ليبيا المقرر عقده عقب عيد الأضحى. وأشار حمزة إلى أن المجتمعين سيناقشون العديد من المحاور، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله والحكم العسكري وفق قوله. تمهيدا لاجتماع لجنة الحوار الليبي أواخر الشهر الجاري بالعاصمة التونسية، بدأت تطفو على السطح مجددا مخرجات مشاورات لقاء تونس الذي انعقد منتصف الشهر الماضي. نتابع. نزولا عند رغبة الأمم المتحدة، كانت تونس محطة ضرورية للجلسات التشاورية للأطراف الليبية، ولعل جرعة حوار في كل مرة سيكون مفعولها إيجابيا لتضميد الجرح الليبي. في 16 من الشهر الماضي طرح أعضاء الحوار السياسي عدة ملفات على طاولة الحوار في تونس، كان أبرزها تنفيذ الاتفاق السياسي والعراقيل التي تواجه المجلس الرئاسي. دامت آنذاك سلسلة المشاورات 4 أيام، وخرجت ببيان ختامي قرر فيه المجتمعون عقد اجتماعات دورية لمتابعة خطوات المجلس الرئاسي في معالجة بعض الأزمات في البلاد، إضافة إلى دعوة أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين إلى الالتحاق الفوري بمهامهم، مع التأكيد على ضرورة التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي والإفاء باستحقاقاته. الاجتماعات الدورية التي أكد عليها البيان لم تتأخر كثيرا، ففي أواخر شهر أغسطس الجاري تجتمع لجنة الحوار مجددا في تونس وتنظر في مخرجات مشاوراتها السابقة، مشاورات جزم البعض أنه لا فائدة منها مع بقاء مخرجاتها معلقة دون تنفيذ. السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت سارع بالتوجه إلى تبرق معسكر التعنت والرفض كما وصفه البعض. البعض قال إن زيارة ميلت قد يكون فيها استجداء لمجلس النواب للالتزام بالاتفاق السياسي والمصادقة على حكومة الوفاق، وفيها أيضا مغازلة لأعضاء الرئاسي المقاطعين لإقناعهم بالعودة. فيما يرى مراقبون إن زيارة ميلت لم تكن الأولى لمسؤول غربي، فقد سبقتها زيارات مماثلة قام بها ممثلو المجتمع الدولي طيلة أيام وأشهر ما بعد اتفاق الصخيرات، ولكن دون جدوى، حتى أنه تسرع البعض بالقول إن الاتفاق السياسي وئد بعد رفض مجلس النواب المتكرر للمصادقة على الحكومة. بين مشاورات لم تتوقف وجهود سلام تستمر بشق الأنفس، ما زال مصير ليبيا مجهولا وحاضرها أزمات إنسانية منسية رغم نداءات الاستغاثة. نظم بالعاصمة طرابلس المؤتمر الأول للسلام برعاية منظمة الإنماء لدعم الشباب والمرأة ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وحضور المجلس البلدي طرابلس المركز وخبراء في الاقتصاد وأعضاء من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. نتابع. إحلال السلام في كافة ربوع ليبيا وضمان العيش الكريم للمواطن الليبي من ناحية الأمن والاستقرار هي من الأهداف التي تسعى من أجلها منظمة الإنماء لدعم الشباب والمرأة ومنظمات أخرى تنشط في مجال المجتمع المدني من خلال انعقاد المؤتمر الأول للسلام تحت شعار نعم إلى السلام. نحن نريد دولة موحدة. صناع القرار يجب أن يسمع صوت الشارع الليبي، صوت المواطن الليبي، لا يكون هناك فجوة بيننا وبين صناع القرار. نحن مجتمع مدني نسعى إلى بناء دولة حديثة، دولة أمنية تحمي وطننا وتبعث فينا الأمل في الاستقرار والأمن في جميع مناطق ليبيا إن شاء الله. في الحملة الأولى قدمنا بيان إلى منظمة السلام العالمية، والآن نحن نسعى أن نحن نقوم بتوعية لجمع السلاح، لنزع السلاح ولفض النزاعات، ونتمنى أن بلادنا تلتم في أمن وسلام ونحقن الدماء ونلم الشمل يا رب.
الأول الخروج بحلول علها تساعد في التغلب على الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية للوصول إلى السلم المستدام الذي يحلم به المواطن، وذلك بفتح أبواب النقاش أمام الحاضرين والمختصين في المجالات التي يعتمد عليها في الوصول بالبلاد إلى وضع الاستقرار. إدراج محور الاقتصادي في هذه المناسبة فعلا يعطي بأن هناك نوع من التعرف على أهمية الاقتصاد وأثارها على الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي وأثاره على الوضع الأمني والسلام. رسائل متعددة إلى صناع القرار في ليبيا من مؤسسات المجتمع المدني بدعم أهدافهم في بناء دولة حديثة وآمنة تحمي الوطن والمواطن وتؤمن الاستقرار في كافة أنحاء البلاد دون خلق أي فجوة تعرقل التواصل بين الطرفين. زياد الحجاجي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس. أصدر رئيس المجلس المحلي درنا رمزي الشاعر قرارا بتكليف العميد يحيى الأستعمر بتولي الملف الأمني بالمدينة والعمل على إنشاء مديرية أمن درنا بجميع أقسامها. وذكر المجلس المحلي على صفحته الرسمية أن هذا القرار هو البداية لتفعيل جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن جميع الموقعين على ميثاق درنا تعهدوا بمساعدة الأسطى وتسهيل عمله لإنجازه على أكمل وجه. مشاهدينا، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. نقل 600 ألف برميل من ميناء الزويتينة إلى مصفات الزاوية. وتنظيم منتدى صيفي بمشاركة منظمة اليونيسيف بمدينة درنا. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في تفجير سيارتين مفخختين بسرت ومقتل 3 عناصر من التنظيم إثر الاشتباكات بالمدينة. واشنطن بوست تتهم حفتر بعرقلة السلام في ليبيا. واجتماع بين وفدي مصراتة وأعيان قبيلة العبيدات بتونس.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين الليبيين في الداخل بلغ 450 ألف شخص بحسب إحصائيات المفوضية. هذا وأشار مبعوث المفوضية إلى ليبيا سامر حديدان في تصريحات صحفية إلى أن أغلب النازحين الليبيين هم من مدن تاورغا والمشاشية وبنغازي ووباري ومناطق أخرى شهدت أو لا تزال تشهد اضطرابات أمنية، مضيفا أن المفوضية تسعى إلى تقديم المساعدات للنازحين من خلال مكاتبها في طرابلس وفرعه في بنغازي وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا. في المقابل، أكدت منظمة الهجرة الدولية على تقلص عدد النازحين في ليبيا إلى نحو 18% خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري. وأوضحت المنظمة في بيان لها الأربعاء استنادا إلى نتائج الدراسة التي أجرتها في 533 موقعا داخل ليبيا، أوضحت أن عدد النازحين في البلاد انخفض من قرابة 425 ألفا إلى أكثر من 348 ألف نازح خلال شهري يوليو وأغسطس. باشرت السفارة الليبية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور الثلاثاء إجراءات تسليم عدد 3424 جواز سفر إلكتروني للجالية الليبية في ماليزيا بعد وصولها على دفعتين إلى مقر السفارة من طرابلس. وكانت مراسم التسليم قد افتتحت برئاسة سفير دولة ليبيا لدى ماليزيا أنور الفتوري وأعضاء السفارة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تقديم الخدمات القنصلية وتسهيل إجراءات الإقامة للطلبة والجالية الليبية في ماليزيا. دخلت ناقلة نفط ترفع علم اليونان ميناء الزويتين النفطي الخميس للبدء في شحن 600 ألف برميل من الخام إلى مصرات الزاوية غرب البلاد. وقال مصدر بميناء الزويتين إن نقل الخام إلى مصرات الزاوية يأتي للحفاظ على المخزون نتيجة مخاوف من أن يتصاعد التوتر في المنطقة ويتطور إلى اشتباكات قد تشكل خطرا كبيرا على هذا المخزون. يذكر أن الميناء متوقف عن التصدير منذ نوفمبر 2015 ويقدر مخزون النفط في الميناء بأربعة ملايين برميل، وسيجرى نقل مليونين والإبقاء على الكمية الأخرى حفاظا على الخزانات. درس رئيس ديوان المحاسبة وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال جلسة عمل عقدت أمس الأربعاء، درس متطلبات واحتياجات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بهدف تسريع عودة ورفع إنتاج النفط. كما بحث الديوان سبل تفعيل نتائج قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2016 بشأن مراجعة وتدقيق الأرصدة الدفترية والمصرفية لحساب الودائع والأمانات لقطاعات العامة والجهات والأجهزة الممولة من الخزانة العامة لإمكانية تمويل الميزانية للسنة الحالية. قام وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق بزيارة تفقدية مع مدير مصلحة الطيران المدني نصر الدين شايب العين أمس الأربعاء إلى قسم صيانة الطائرات بمطار معتيقة. وقال مدير إدارة الإعلام بالوزارة سراج الحمال إن معتوق تفقد خلال الزيارة صيانة طائرة من نوع إيرباص A330 التابعة لشركة الخطوط الليبية، مشيرا إلى أن عملية الصيانة قام بها عدد من المهندسين وفني صيانة الطائرات الوطنيين دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية أن احتمالية حدوث إظلام تام في المنطقة وارد جدا بسبب أعمال التخريب المتعمدة لمحطات الكهرباء، ويعاني سكان مناطق الجنوب الليبي من انقطاع دائم ومتكرر في التيار الكهربائي. عندما تأخذ شمس الصيف الحارقة بالغروب إذانا بانتهاء يوم آخر، تعود مناطق الجنوب الليبي لتغرق في ظلام دامس ككل مرة بسبب تكرار انقطاع الكهرباء ولساعات طويلة تصل إلى 48 ساعة على أقل تقدير. الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية قالت إن احتمالية حدوث إظلام تام وارد جدا بسبب أعمال التخريب المتعمدة لمحطة الكهرباء من قبل مجهولين في طريق الشويرف سبها، ما أثر على شبكة بشكل كبير،
وحملت الشركة المجلس الرئاسي مسؤولية ما تتعرض له هذه المحطات من تخريب، مطالبة بضرورة حمايتها. ما يزيد الأمر تعقيداً أن موظفي الشركة العامة لكهرباء فرع المنطقة الجنوبية أصدروا بياناً طالبوا فيه المسؤولين في الشركة بصرف مرتباتهم، وجاء في البيان أن العاملين سيدخلون في إضراب مفتوح حتى تجاب مطالبهم وتصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 4 أشهر. نقف اليوم وقفة احتجاجية ضد التهميش الذي تتعرض له الشركة العامة للكهرباء، والذي وصل إلى أبسط حقوقنا وهي مرتباتنا وقوت أبنائنا. ومع العلم أن موظفي الشركة العامة للكهرباء يعملون ليل نهار من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطن، على الرغم ما يتعرضون له من مخاطر وتهديدات واعتداءات. ومع كل ذلك تواصل فرق الصيانة بشركة الكهرباء فرع الجنوبية أعمالها لتوصيل خطوط الكهرباء المغذية لمحطة تحويل الأريال، وتوصيلها بشكل مباشر إلى محطة سمنو الكهربائية التي يتوقع الانتهاء من تنفيذها في اليومين القادمين. بعد ما حدث التخريب في هذه المحطة، تناتت مكاتب أقسام الجنوب من فنيين ومهندسين بأعمال الصيانة وتطوير وإلغاء هذه الشبكة حيث يتم الربط على الأبراج وفصل الشبكة عن المحطة، ويتم ربط محطة قمرة بمحطة سمنو، محطة هون بمحطة قمرة، ومحطة سمنو بمحطة هون، وذلك لزيادة تزويد طاقة الشبكة طاقة الجنوب. وتظل أزمة الكهرباء تدور داخل دوامة لا متناهية من تبادل أصابع الاتهام، ولا حل قريب يلوح في الأفق. انطلق بمدينة درنا المنتدى الصيفي بإشراف مفوضية الكشافة والمرشدات ومشاركة منظمة اليونيسف للطفولة، ويهدف المنتدى إلى زيادة التحصيل التعليمي للأطفال وأخراجهم من أجواء الحرب والاقتتال التي عاشتها المدينة، حيث بلغ عدد المشاركين 200 طفل، ويستمر عدة أسابيع تقام خلاله الأنشطة المتنوعة بحسب الفئات العمرية، فضلا عن دورات للتقوية في المواد الدراسية المختلفة. طبعا النادي الصيفي جاء بناء الاتفاقية المبرمة بين كشاف مرشدات ليبيا ومنظمة اليونيسف للطفولة. الاتفاقية تتطرق العدد من المدن من ضمن مدينة درنة، المدن اللي صار فيهن بعض الظروف الخاصة لما تخفش على المواطن الليبي، بحيث تساعد الطالب في التحصيل العلمي وتخرج من الظروف اللي كان فيه الظروف أحسن. وانا خش في النادي الصيفي كشافة ونقرأ، ونحن في 4 مواد إنجليزي وعلوم وعربي وحساب، كل يوم ناخذ في مادتين ونمشي للرحلات والجو تمام. افتتح نادي الفروسية زوار الثلاثاء حلبة السباق الجديدة بالمدينة، وذلك بحضور عدد من الأهالي والمهتمين بهذه الرياضة. وشهد حفل الافتتاح إقامة عقد للخيول حمل اسم لم الشمل، وذلك بمشاركة فرسان المدينة والمدن المجاورة. وتم خلال الحفل تكريم الرعيل الأول لنادي الفروسية زوارة، إضافة إلى الفائزين الأوائل في المسابقات التي أقيمت بهذه المناسبة. بعد صراعه مع المرض الذي أصابه ولم يكتشف الأطباء ذلك إلا مؤخرا، حسن دهميش في دمات الله ابن بني غازي الذي اشتهر بلقب الساتور بعد تجسيده لواقع الحياة السياسية في رسومات هزلية. تفاصيل هذا الفنان في سياق هذا التقرير نتابع. ساتور بنغازي، كنية أطلقت على الرسام الكاريكاتيري حسن دهميش الذي صارع مرض السرطان في مستشفيات بريطانيا، والذي تم اكتشافه في الفترة الأخيرة. جسد النضال الوطني طيلة 4 عقود لم تسلم من ريشته الحكومات والأنظمة في تجسيد لوحاتها ورسوماتها التي تروي الحكايات وتسرد الأحداث والوقائع التي تعكس روح حاملها. حارب الظلم والاستبداد، واستطاع الساتور أن يوصل الفكرة للقاسي والداني، وأن يحاور أبناء شعبه من خلال لوحاته التي تحكي تاريخا سياسيا تنوء بحملها الأرفف لو دون في سجلات. رحل الساتور بعد معاناته مع المرض، ولكن أعماله ستظل ذكرى تحكى للأجيال القادمة، خاصة تلك التي تتحدث عن تاريخ ثورة فبراير.
مشاهدينا بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية حصادنا الأخباري لهذا اليوم. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين: سقوط عدد من الشهداء والجرحى في تفجير سيارتين مفخختين بسرت ومقتل 3 عناصر من التنظيم إثر الاشتباكات بالمدينة. واشنطن بوست تتهم حفتر بعرقلة السلام في ليبيا. واجتماع بين وفدي مصرة وأعيان قبيلة العبدات بتونس. نهاية الحصاد مشاهدينا، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.